في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها في مصر، بدأت شركة فيري نايل عملها مع صيادين مصريين لتنظيف النيل من المخلفات البلاستيكية، حيث تعاقدت الشركة مع الصيادين لجمع البلاستيك من النهر مقابل حوافز مادية وخدمات أخرى. جم الناس اللي هم تبع شركة فيري نايل عاوزين ينظفوا النيل وكده، واحنا صيادين اتكلموا معانا، ادونا سعر الازايز. طبعا سعر الازايز لما قالوا لنا عليه ب 11 جنيه حاجه حلوه تساعد مع الصياد. اشتغلنا ابونا نرزق بنصطاد، الخير كان قليل ساعه لما اظهر كلمه للحاجات الزباله اللي في النيل، كان خير قليل جامد يعني. اول ما بدانا نلم وننظف النيل الخير، حتى السمك ظهر وابتدى يبقى فيه خير في البحر. اسمي محمد عبد المجيد محمد حسن، صياد اكياس والازايز والحاجات دي لما بتغطس تحت المايه فبصير السمك بيخش جواها من الذريعه الرفيعه لحد السمك الكبير، بيخش جوه الاكياس والشويره. ممكن الكيس يتلف عليه او الشوالي يقفل يضطر كده، او الازازه بوزها يجي في الطينه كده قضت على شويه سمك بيموت تحت المايه. وكنا احنا بنلاقي السمك دوت عايم في بعض الاحيان، يعني ممكن نلاقي شنطه او كيس كبير عايم وجواه سمكتين ثلاثه كبار بيموتوا من الخناقه، وما كناش بنعرف نشتغل منه من الازايز والاكياس العايم على وش الميه، كنا ما كناش بنعرف نرمي الغزل منه، وكانت المساحه ضيقه بتاع البحر. لما جت شركه فيري نايل دي وعرضت علينا ان احنا نشتغل بثلاث اضعاف السعر، نلم البلاستيك اللي في البحر بثلاث اضعاف السعر، بصراحه يعني ساعدت معانا.